والآن نذهب إلى ليبيا وبدايتنا هناك من الملف الصحي، حيث أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا أعلن تسجيل حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة من 30 أبريل وحتى 5 مايو الجاري، بذلك تكون ليبيا خالية من أي حالة وفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا منذ 16 أبريل الماضي، بينما وصل إجمالي الإصابات إلى 500919 حالة إصابة منذ انتشار الوباء في البلاد في مارس لعام 2020. هذا بينما توقف عدد حالات الوفاة عند 6430 حالة.